شكرا كثير زينب على كل شيء عملتيه كرمالنا. ما كان بيخطر على بالي اني رح اشتاق لحدا من هارملي. عن جد زعلانه لاني رح اتركك وروح. انا كمان رح اشتاق لكم كثير، وان شاء الله بسمع عنكم اخبار حلوه. ماني مرتاحه لاني تركتك لحالك، بس لا ولا يهمك، انا قد حالي. صحيح انت وين عيلتك؟ قلتي لي انك مو من هون. اهلك ساكنين قريب ولا بمنطقه ثانيه؟ بابا ترك البيت وراح من لما كنت صغيرة. ما بعرف إذا ميت أو إذا عايش، ما بعرف مكانه. وأمك وينها؟ موجودة هون. ها؟ كتير حلو، معناتها ما رح تبقي لحالك، ويمكن بشي يوم بترجعي تعيشي معها. الإنسان ما بيعرف قيمة أمه لحتى يخسرها، وبيصير يقول يا ريت لو كانت عايشة لأقضي معها وقت أطول، حتى لو كانت غلطانة بحقك غلط كبير. إلا ما يجي يوم وتقدري تسامحيها. يا ريت أمي جنبي وعم اسمع صوتها وبوس إيديها واتطلع بعيونها. حاولي تكوني مبسوطة. زهرة، لورين خانم قالت لازم تخلصي كل الأكل. قلك من امبارح ما أكلتي لقمة، هيك رح ترجعي تمرضي. الله يرضى عليك، بس مشان تسندي حالك. يلا بنتي افتحي تمك. ما في حدا تاني غير ابني يروح على العراق؟ علي بعده جديد بالشغل، شو رح يعمل هنيك؟ لك هو ما رح يساوي شيء، رح يوصل البضاعة ويرجع. لو صعبة كنت رحت أنا، بس الأوضاع هنيك خطرة. أمي خلصنا، أنا بنفسي طلبت هالسفرة، وما دام بلشت الشغل مع ابن عمي المفروض شيل عنه كتف. ولا تخافي ما بيصير لي شيء، لا تاكلي هم. علي هلأ ما عاد ولد وصار شيخ الشباب، والمفروض يسافر ويشوف. قريباً رح يصير عنده ولد. طالع مثل أبوك، عندك جرأة وقلبك قوي وما بتخاف من شي. انت وعدنان آغا رح تتعاونوا ورح ترفعوا راس عيلة كيرمان بالعالي أكتر. يا ريت بسرعة تبلشوا بتحضيرات العرس وتجهزوا القصر، بدي بأسرع وقت نكتب كتاب عدنان على ليلى ونفرح فيهم. لسه من كم يوم قرينا الفاتحة، ليش كل هالعجلة؟ يعني لاحقين، مانا هربانين. طيب ليش لحتى ننتظر؟ ليكون في شي تاني ببالك وأنا ما بعرف. لا شو بده يكون، شو هالحكي؟ انتي لا تشغلي بالك، انا من بكره رح بلش بالتحضيرات وبستعجل. ايه رح نعمل عرس لاغا عشيرة كيرمان، يصير سيره بكل المنطقه ويلي بمقام الاغا. ما في لزوم للبهوره، خلص بنعمل حفله على الضيق. لا ابني كلام امك مزبوط، حلوه بحقنا انه نعمل عرس الاغا على الضيق. العرس اللي رح نعمله لازم يضلوا يحكوا عنه 10 سنين، كل العشيره رح تحضره. ما دام أنا الأغا فلازم تحترموا رأيي، ما بدي ساوي شيء. خلينا نساوي العرس على الضيق. يا سبحان الله. كل الأغراض صاروا جاهزين. بشو عم تفكر؟ وين شارد؟ كيف رح نخبر زهرة بالخطة تبعنا؟ هلا عيون الكل علينا،
ما بنقدر ندخل القصر ولا زهرة بتقدر تطلع منه. خطرت لي فكرة وإن شاء الله على الأكيد رح نقدر نخبرها. زهرة كلي لك لقمتين ثلاثة، رح توقعي بأرضك إذا ضليتي هيك. يعني شو رح تستفيدي إذا مرضتي لا سمح الله؟ مو حرام اللي عم تساويه؟ ما دام ما بدك تاكلي رح آخذهم. زهرة الصبح رح أعمل لك كل البرك اللي بتحبيها، مشتهية شي تاني كمان؟ أصلاً ما عاد في داعي، ما هيك؟ راح الولد وخلصت من هالحمل. لا أحبتي، لساتك حامل الولد ببطنك. الجنين ما صار له أي شيء بصحة منيحة. رفيف اهلين خالي ملاك. حبيبتي طمنيني، انت شلونك؟ منيحه، ومبارح عملت امتحان واخذت 10. برافو دخيله الشاطره، انت كمان شطوره ومتفوقه مثل اختك. ليكي حبيبتي بدي اطلب منك شغله ولهيك اجيت لعندك. انا لازم اوصل هالرساله لاختك زهره، فيك تروحي بدالي على القصر وتعطيها إياها؟ الشغلة ضرورية كتير، بس ما لازم تقولي لحدا شي ولا تأرجيها لحدا أبدا. اتفقنا رفيف؟ كتير ضروري إيه؟ طيب حبيبتي شكرا كتير. زهرة يا روحي ليش هيك قاعدة؟ بنتي خليني طالعك لبرا تشمي شوية هوا، لا تضلي حابسي حالك. بعدين بعد شوي الكل بيطلعوا لبرا ولورين خانهم بتفوت على أوضتها ومنتصل بأمك وبتحكي معها شوي، اتفقنا؟ لا لا تتصلي بأمي، ما عاد بدي أحكي معه.